ما يزال رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا في حالة صحية حرجة بسبب معاناته من التهاب رئوي متكرر، وقد تجمع عشرات الصحفيين أمام مبنى المستشفى الذي يرقد فيه منذ 18 يوما في بريتوريا. ويقول حفيد مانديلا: نحن ممتنون إلى السلطات في جنوب إفريقيا وإلى الشعب الذي أقام الصلوات لأجل العائلة، وآمل أن يستعيد جدي عافيته. وفي العاصمة جوهانسبورغ يتوافد المواطنون كبارا وصغارا أمام بيت مانديلا ويتقاسمون المشاعر تجاه رئيسهم الأسبق. وتقول هذه الفتاة: أشعر أن هذه هي فرصتنا الأخيرة لنظهر له ما يعنيه شخصه حقا بالنسبة إلينا كشعب ولنودعه. وتقول طفلة أخرى: جئنا للصلاة من أجل مانديلا حتى يستعيد عافيته من جديد. وفي وقت بدأت البلاد تستعد لأسوأ الاحتمالات، تذهب أفكار سكان جنوب إفريقيا وصلواتهم إلى مانديلا الذي يعد رمز المصالحة بعد نضال طويل ضد نظام الأبارتايد.